أعتقد أنه العلاقات ليست في أحسن حالاتها لا شك بين لبنان والإمارات ودول الخليج. نحن ربما نمر بواحدة من أسوأ اللحظات في هذا التاريخ القديم والعميق جدا، وفي تقديري أن لبنان هو الذي أسقط نفسه من الاهتمام الخليجي ومن الأولويات الخليجية خلال 20 سنة الأخيرة، وليس قبل ذلك أو 10 سنة الأخيرة. فلبنان هو الذي أسقط نفسه من الاهتمام الخليجي، وليس الخليج هو الذي أسقط لبنان من أولوياته. تفاجأ بمواقف لبنانية عدائية، تفاجأ بتصريحات يعني مستفزة وتحريضية، تفاجأ بانحياز لبناني كامل لإيران وجبهة إيران، تفاجأ بأن الرئيس اللبناني ووزير خارجية لبنان يقفون مثل هذه المواقف ولا يدلون ربما بكلمة طيبة بحق الإمارات وبحق السعودية وبحق دول الخليج. أكثر من هذا وذاك، هناك حزب حقيقة يعني تغول كثيرا على الشأن اللبناني و يعمل بعبث في المنطقة ويواجه دول الخليج بمثل هذا المواقف، هذه المواقف الاستفزازية. بعد كل ما قامت به دول الخليج وما قامت به كثير، نواجه بمثل هذا الموقف الانحيازي لإيران، هذا الموقف المغالي في انحيازه. وبالتالي لا تلومونا عندما ننظر إلى لبنان مثل هذه النظرة. فأعتقد في تقديري لم تسقط دول الخليج لبنان، وإنما لبنان هو الذي أسقط نفسه من اهتمامات وأولويات دول الخليج. الذي نراه، نعم هناك حزب إيران في لبنان ممثلا طبعا بحسن نصر الله، سيد حسن نصر الله، وبالطائفة الشيعية وهي طائفة مهمة وكتلة مهمة، لكن ما نراه أكثر من ذلك بكثير عن بعد، وأرجو أن توضح لي الصورة ربما من حيث ما أنت. نرى أن هناك تيار الوطني الحر، حزب مسيحي كبير جدا، قد أصبح أيضا في هذا الحلف الذي يقوده حزب الله. عندما نرى أن هناك كتلة مسيحية تابعة لهذا الحزب، ونرى مثل هذا في المواقف منه، وعلى رأس ذلك العهدي، وعلى رأسه جبران باسيل، على رأسه شخصيات مسيحية أيضا أصبحت واصطفت مع هذا الحزب، عند ذلك نقول ليس أقلية وإنما أكثرية لبنانية. وإن كان هذا هو شأنكم فأهلا وسهلا، وهذا شأن لبناني، وعليكم أنكم أنتم تتحملوا مسؤوليته. والمسؤولية هي أن دول الخليج لم تعد تطيق مثل هذه الاستفزاز الذي يصدر ليس فقط عن حزب الله، وإنما يصدر عن العهد، ويصدر عن وزير خارجيتكم، ويصدر عن تكتل سياسي مسيحي مهم. فإذا الجو اللبناني حقيقة ليس جوا مشجعا لوقوف دول الخليج مع لبنان، وهذا أمر على أهلنا وأشقائنا وأخواننا في لبنان أن يعالجوه، وليس ذنبنا. الأمر الذي أعطى صورة قاتمة وغير مشرقة للبنان في دول الخليج. الوضع المحزن اللبناني هو الذي يثيرنا، وهو الذي يعنينا، ونتمنى أن يكون لنا دور في مساعدة هذا الشعب اللبناني ومساعدة دولة لبنان التي دخلت أيضا في قائمة الدول الفاشلة، لأنها لا تستطيع أن تدير أمورها المعيشية وأمورها الأمنية وأمورها الحدودية. فبالتالي يعني هناك مأساة كبيرة، واللوم كل اللوم ربما يقع على حزب إيران في لبنان الذي كان في يوم من الأيام نعمة وتحول إلى نقمة على لبنان. لا أرى في الأفق القريب أي نوع من التواصل. أولا لأن صورة لبنان أصبحت قاتمة مثل ما ذكرت
أصبحت صورة لبنان التي كانت في يوم من الأيام مشرقة أصبحت اليوم يعني منفرة. كان لبنان جاذبا وأصبح باردا. وأعتقد أن هذا الأمر ربما يطول ويطول لسبب واحد: إذا استمر حزب إيران في لبنان في تغوله على الشأن اللبناني، إذا استمر في عبثه بالاستقرار الخليجي، إذا استمر بتدخله في دول خارجية مثل سوريا ودعمه لليمن ودعمه لميليشيات مسلحة، أعتقد لا تتوقع أن دول الخليج سوف تعيد علاقاتها، ولا تتوقع أن السائح الخليجي سيأتي فيما عدا تلك القلة القليلة. لكن كان هذا الوضع يريحكم ويرضيكم، فأنتم أهل لبنان وأهل لبنان أدرى بشعابهم. يعني السفير الإمارات في لبنان كان ربما من بين أنشط السفراء العرب وليس فقط الخليجيين، مع الاحترام لهم جميعا، وكان له حضوره الشعبي والمجتمعي وكان متواجدا، وهو حقيقة فخر لنا. ويعني هذا شأن إداري دبلوماسي لا أعرف يعني كم سيستمر، ولكن أعتقد في العموم صورة الكبرى أنه يعني أنتم الذين أسقطون من اهتمامكم، أنتم بمعنى العهد اللبناني والحكومة اللبنانية واللبنان عموما. فعندما تصرحون أوضاعكم وعندما تأتي أطراف ربما تكون أكثر رحيمة وأكثر معتدلة في علاقاتها مع الإمارات والسعودية ودول الخليج، ستجدون أن سفير الإمارات سيكون أول سفيرا يعود إلى بيروت. يعني هناك حاجة لمجابهة الدور التركي الذي أخذ ربما يتعاظم خاصة في الشمال اللبناني وبالأخص في مناطق قريبة من طرابلس، وهناك حاجة لمواجهة النفوذ الإيراني أكثر من حتى التركي، وهناك حاجة لمواجهة نفوذ ربما دول إقليمية أخرى سورية. فلبنان يعني حقيقة واقع بين أكثر من فريسة في الوقت الحاضر. دول الخليج ترى إنه هذا تحصيل حاصل نتيجة هذا التنافس الضخم وهذا الفراغ الذي تركه لبنان لنفسه، وأعطى مقاليد وسلم مقاليد حكمه وإدارته لأحزاب فرعية تعبث بالمصير اللبناني والمستقبل اللبناني. ويبدو أن المعضلة اللبنانية أعقد مما كنا نتصوره. وفي نهاية المطاف الأمر راجع للشعب اللبناني. يعني هناك محادثات لبنانية إسرائيلية مباشرة على الحدود وبهدف ترسيم الحدود، هذا أيضا جزء من التطبيع اللبناني الإسرائيلي وجزء من هذا المسار التطبيعي العربي مع إسرائيل. فليست الإمارات وحدها، وإنما حتى أكثر الدول ربما غلوا في العداء للتطبيع لبنان يقوم حاليا ويجلس في على طاولة واحدة مع إسرائيل. رغم ذلك، رغم أن مسار التطبيع حتمي كما راه وضروري كما إيناه، إلا أن هذه الدول جميعها 22 دولة عربية لن تدير ظهرها للقضية الفلسطينية العادلة. فهذا مسار وذاك مسار. للبنان معزة خاصة، وللشعب اللبناني يعني احترام ما بعده احترام، والإمارات وأنا شخصيا بتحدث عن نفسي يعني أعتقد أن لبنان هو أجمل بلد عربي وله رصيده وله مكانته بعد دولة الإمارات، فهو وطني الثاني. وحقيقة أشعر بحزن وبأسف لما وصل إليه لبنان، ولكن أعتقد أن المشكلة أصبحت عندكم، وأنتم يعني في لبنان عليكم أن تعالجوا مثل هذه المشاكل القائمة. وبعد ذلك تأكد أن دول الخليج يعني لن تتخلى عن لبنان لا تاريخيا ولا مستقبلا، ولكن الأمر كله يتوقف على لبنان وكيف يستطيع أن يخرج نفسه مما هو فيه حاليا.